بس هني متخوفين من مد شيعي ايراني، وكان في كثير احتياطات من دول الخليج بعد. والله ولا بخصوص. مره ايراني اجى قال لي تشيع لإلي، الي علاقه معهم سنوات طويله، ولا مره قالوا لي تشيع. يعني ما يعني وين شيعوا ناس؟ وين هالخبريه هذه اللي كل يوم بنسمعها؟ وين يعني كم واحد يا اختي، كم واحد بدهم يشيعوا يعني بالعشر سنين؟ كم واحد؟ ما بيخلفوهم، شو هالقصة يعني؟ يعني يعني كم واحد بيشايعوا بالسنة يعني مثلا؟ 100 واحد بيشايع يعني، بدك تقعد السنة تقنعي 100 واحد يتشيعوا، ما بتخلفيهم بساعتين يعني؟ شو هالشغلة يعني؟ شو هالخبرية؟ يعني شو هالخبرية هي انه عم بتشيعوا انه في كم واحد انه بحرب تموز بغزة راحوا انه نحن بدنا نتشيع، لأنه كان في عقل عربي مهزوم، لأنه كنا نحن العرب معتقدين أنه هيدي إسرائيل متفوقة، لأنه كنتوا ضحكانين علينا يا كذابين يا نصابين يلي ناهبين أموالنا وقاعدين عمالي بتستمتعوا فيها بالكازينوات وبنوادي القمار وعلى كل متع الدنيا، فأنتوا عم تضحكوا علينا وأنه هاي إسرائيل ما فينا نهزمها وهي إسرائيل المتفوقة. اجا حسن نصر الله ب 3000 مقاتل هزمها بال 2006، بينكم انكم صغار، بينكم انكم سافلين، بينكم كذابين، بينكم انكم ناهبين ثروات الأمة ما عم تعملوا شيء، بينكم انه بلا شرف، بينكم انه انتو عيب عليكم تحكوا بالقدس، عيب عليكم تحكوا بالإسلام، عيب عليكم تحكوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، عيب عليكم تحكوا بأي شيء من المقدسات. لما مبينكم صغار هيك حسن نصر الله صرتوا تعملوا الحملة تتغيروا الاتجاه في شيعة وفي. وأمتى سألنا نحن عن هوية المقاومة؟ وأمتى سألنا؟ والشيعة ليش لما كان عبد الناصر موجود كانوا مع عبد الناصر أو كانوا مع شاه إيران؟ ليش عم تتجنوا عليهم؟ ليه عم تتجنوا عليهم؟ لأنه هزموا إسرائيل وأنتوا قاعدين عم تتفرجوا يا ملوك ويا أمراء، قاعدين عمالي تتفرجوا. ليش؟ شو عملوا الشيعة؟ هزموا إسرائيل. الشيعة حاطين حالهم بتصرف فلسطين وبتصرف القدس بلبنان، شو عملوا؟ ليش لما كان موجود أبو عمار المقاومة الفلسطينية وكان شاه إيران موجود كانوا مع المقاومة السنية أو كانوا مع شاه إيران الشيعي؟ عيب عليكم بقى، عيب هذا التجني، عيب، استحوا استحوا يا جماعة، عيب. أين تفكرنا؟ أين تحكينا بالمذاهب؟ أين تحكينا؟ كنا نزقف لعبد الناصر، كنا نهلل للمقاومة العراقية، هلق منهلل لفلسطين. لك شو بيكون يا عمي؟ وين ياخديننا بعدكم؟ لوين بعدكم عم تنزلونا؟ أين تفكرنا بمذاهبنا نحن وبطوائفنا؟ طول عمرنا كنا نفكر بالأمة ونمشي ورا اللي بيقود الأمة. طبعا لما يستعيد مجد هذه الأمة حسن نصر الله ولما يستعيد كرامتها طبعا كلنا معه. وإذا هلق استعاد طلع حدا بمصر ليستعيد مجد هذه الأمة نعم كلنا معه، لأنه هزمتونا، سحقتونا، حولتونا إلى أمة لا قيمة لها، حولتونا إلى أمة ولهمكم شو عيد همكم؟ ونسيتوا فلسطين وعراق محتل نسيتوها، السودان صار 2 نسيتوه، ليبيا رح تصير 2-3 عبينهشوها الدياب، اليمن رح يصير 2-3. يا زعران بعدكم حاملين هالفضائيات وطالعين تكذبوا وتفسدوا بين الناس. ولك يا أمير يا انت